بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 14 أكتوبر 2017، تنظيم جماعة تجنيت المنتدى السنوي للجمعيات اللي وصل هذا العام الدورة 12 ديالو. المنتدى هذا العام يتميز بخصوصية تجارب ديال المنتديات السابقة. هذا العام هذا تقرر من طرف جماعة تجنيت أن يكون موضوع المنتدى السنوي هو المصادقة على وثيقة إطار كضفة شروط وتحملات لدعم الجمعيات. الورشات هذا العام ماشي كبحال الورشات اللي كانوا في المنتديات السابقة، كاين ورشات على حساب الأقطاب اللي حطت الجماعة في الهيكل التنظيمي ديالها، القطب الاجتماعي والقطب الرياضي والقطب الثقافي، إضافة إلى التنمية المجالية والبيئة. الورشات اللي اشتغلنا فيهم كجمعيات هو حسب النوع ديال كل جمعية ولا الخصوصية ديال كل جمعية، غادي تناقش المجالات ديال الدعم اللي غادي تكون موضوع إعلان لدعم المشاريع. وبغات الجامعة تنتقل من هذاك الدعم الممنوح على شكل منحة سنوية إلى مشروع مكتوب فيه وثيقة، وهاد ضفت الشروط والتحملات هو اللي غادي يكون الإطار اللي غادي يطر هاد العملية ديال الدعم. ونتمنى لهذا المنتدى النجاح والورشات يخرجوا بمقترحات مهمة في هذا المجال. شكرا.